النساء تنام على الرصيف على الأراضي، مصروف غالي. نرجع على بيوتنا، وين ما هو اليوم صيام رمضان بكرة؟ إحنا إسلام، إيه بدنا نروح نصوم رمضان، نروح على بيوتنا، نروح على بيوتنا، ما نعرف ايش صار بيها، ما صار. عندنا أراضي زراعية، عندنا غنم، عندنا دجاج، عندنا كل شيء. عم بتقول هذا مو بسمك مو بسمك.